السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا لي زيفي ديال لا سوري أو كيرسر إيفكت. كيرسر إيفكت هو مثلا ملي نكونو تنديرو شي تيتوريال ديال شي لوجيسيال أو لا شي بريزونطاسيون، تيبين لينا داك لا سوري أوليو باش ما يكون هاد الشكل هذا ديال لا سوري، يعني هاد السهم بيض، كيعطينا هو دي زيفي يعني شي أشكال أخرين باش أن المتتبع يتبع يعني المسار ديال داك لا سوري، فين كتمشي فين كتكليكي وشنو كدير. دونك كاين هنا في هذه القائمه هذه كاينه في كيرسور ايفكت. اول حاجه هو لا سوري، يعني هذا البوينتور ديال لا سوري كيعطينا لا بوسيبيليتي ان يكون بهذا الشكل هذا، يعني الصفر واللون الاصفر نقدر نبدلوه هذه الطريقه هذه ديال يكون بحال تيكبر فين ما مشيتي تيكبر لك يعني البلاصه فين كنتي، اولا بهذا الشكل هذا بحال السبوت لايت يعني كيكون ليكرون غري غري والبلاصه فين كتمشي انت كتكون يعني مضويه. حنا غادي نجربوا هاد لي في هذا وانتم تجربوا هادو ان شاء الله. دونك شنو كنديروا هادو امتى كنستعملوهم؟ حتى كنسجلوا سطح المكتب، يعني حتى كنسجلوا داكشي اللي بغينا نسجلوا وكيجي لنا الفيديو اللي سجلنا هنا عاد تنابليكيو هاد لي زيفي هادو. يكفي اننا كنهزو لي في كنحطو على داكشي اللي سجلنا صافي كيدخل فوالا فوالا. الا شفتوه في الشاشه هو دابا راه كاين صفر، فين ما مشى الكيرسور راه تيتبعو فوالا. هنا نقدروا نبدلوا الكولور ديالو، نقدروا نديروه بالخضر، نقدروا نديروه بالصفراء، اللون اللي عجبنا. تمام، هنا نقدروا نكبروه يكون كبير ولا صغير، يعني هنا الدرجه ديال الحده ديالو. نمشيو الكليك غوش، يعني الكليك العاديه ملي كنكليكيو كيعطينا هاد لي زيفي هادو، يعني الاغلبيه ديال الناس يعني كيستعملوا هاد لي في هذا ديال لي رينجز، يعني هذا نقدروا نجيبوه لهنا حتى هو نحطوه هنا، وملي كنشوفو فين ما كليكينا راه تيبان هذاك لي في فوالا شفتوه. حتى هو كذلك نقدروا نبدلو ليه لا كولور ديالو، نردوه حتى هو باللون اللي عجبنا، يعني وقت ما كليكينا تيبان هذاك لي في. دونك المتتبع ملي كيشوفو مرة أخرى تيعرف بأن يعني واخا ما كاينش الصوت تعرف بان راه ما كليكينا في هذه البلاصه ولا كليكينا في هذه البلاصه اخرى. دكا سي بون، دونك نتوما تقدروا تجربوا هذا، تقدر دير حتى الصوت ديال لو كليك حتى هو راه كاين ها هو هنا. ويكفي انكم قبل ما كاع ما تابليكيو يعني هاد لي زيفي هادو غير وركو غير دوز غير عليهم وغادي يبين لك شنو هو لي في، يعني كيفاش تيدير لي في قبل ما تابليكيوهم كاع. فوالا فوالا هذا الصوت ديال لو كليك. بالنسبه للكليك هو بحال فوالا. دونك هنا كليكيت كليك غوش، حنا راه كنا اختارينا هاد لا كولور غوز، نزيد شويه هنا كليكيت ضوا فوالا. شفتوا دابا الفرق، الكليك غوش راه كان ديك لا كولور ودوك لي رينجز غوز، اما لا كولور لو كليك ضوا راه فيه هاد الدائره الصفراء. دونك هادو سو سون دي زيفي اللي كيعاونوا المتتبع باش يعني باش ما يتلفش، يعني تيبقى على اطلاع بكل ما يجري في التوتوريال. اذا هذا كل ما يخص لي زيفي ديال الكورسور. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل لتعرف على خاصيه اخرى من خصائص كامتازيا. شكرا على حسن المتابعه.